وصلنا إلى محور حلقتنا، محور الصباح لهذا اليوم، والسؤال هو: كيف استطاع ياسر مبارك إيصال فن الوهم والتنسيق إلى أرقى الماركات العالمية؟ مشاهدينا، بمحورنا اليوم راح نتطرق إلى مواضيع يمكن ما متطرقيها إحنا في برنامج يوم جديد سابقا، وهي فن تنسيق الفاترينات، يعني واجهة المحلات، وفن الوهم البصري، ونتعرف على صاحب الإبداع الذي استطاع أن يحتوي هاي الأنواع من الفنون، وهو الأستاذ ياسر مبارك الذي حقق إنجازات رائعة وجميلة تحسب إلى، واللي راح تسردها إنه حسناء بتفاصيل دقيقة. سيرة مشرفة طبعا للأستاذ ياسر، وغنية بالإنجازات مثل ما ذكر عمر، كلها راح أنجزها لكم. أكيد أولها من بداية تخرجه من كلية الفنون الجميلة بالعراق، حاز على جائزة أفضل مشروع تصميم، ومو بس هذا، أتم دراسة فن العرض المرئي 2005 من المعهد العالي، من بعدها سجيفونيا في إيطاليا فلورنس للأزياء والعرض المرئي، وأيضا قدم دراسات في مجال الرؤية البصرية والإيهام البصري عام 2006. أيضا شارك بالعديد من معارض البينالي العالمي في مجال أعمال الإيهام البصري، وأبرز أعماله اللي قدمها في مجال الإيهام البصري إلى شركة موتورولا بعد احتفائهم بمرور 50 عام على نزولهم على سطح القمر، حيث أطلقوا جهاز تليفون نقال حديث يطلق عليه اسم أورا. شركة موتورولا كانت تراعي للأعمال، حيث لأول مرة تطلق في الشرق الأوسط والوطن العربي كأول فنان عربي يعمل في هذا المجال. وأخيرا عمل مع عدد كبير من الماركات العالمية، ماركات احنا نعرفها وسامعين بيها، واو، يعني من الماركات مثل هوكو بوس وأرماني وإسكادا وموسكينو وروبرتو كافالي وكلاس كافال وغيرها، يعني سيرة ذاتية مشرفة ما شاء الله وحافلة بالإنجازات. أكيد هاي السيرة الذاتية المشرفة احنا نفتخر بيها، وبنفس الوقت أكيد ما انبنت بسهولة، ونحب اليوم في برنامج يوم جديد نرحب بي ونتعرف عليه ونشوف كيف حقق كل هاي الإنجازات بحياته، وبنفس الوقت حتى يستفاد من عندها المجتمع كما راح نستفيد احنا بنعتها شخصيا على ايضا المستوى الشخصي. رحب بيك استاذنا الفاضل، ونورتنا في برنامج يوم جديد. اهلا وسهلا. استاذ ياسر، هل بداياتك بالفن سواء التصميم الطباعي او تنسيق الازياء الرسم الخداع، خلينا نقدر نقول عليه البصري، كان طموح الطفوله لو اجى بالصدفه، لو اكو من دعمك او ساعدك وانطاك نقطه الانطلاقه؟ طبعا شكرا على هذه الفرصه. بصراحة هو هذا الحس موجود، يعني كرسم خلينا نقول بالبداية، فلا أزال أنا أحتفظ عندي رسومات بالأيام المتوسطة مثل ما نقول، تخص المنظور وما منظور ورسم، يعني هاي الأوليات موجودة لحد الآن محتفظ بيها؟ محتفظ بيها. شنو السبب اللي خلاك تحتفظ بيها لحد هاي اللحظة؟ والله يعني أتذكر بيها أنه كانت مدرسة الرسم أو المعلمة اللي درسنا أول ما علمتنا على رسم المنظور، فكان فد موضوع شيق بالنسبة لي، أنه أنا دا أشوف هاي هنا الكتلة قريبة، بعدين شلون تبتعد، بعدين فمنا بديت ظليت يعني أشتغل على هاي الرسوم الهندسية، خلينا نقول المنظور، يعني أخذت حيز. حلو. زين، نجي على السؤال الأهم. شنو أكثر وظيفة فنية عملت بيها ونقلت لك، أو عملت نقلة بحياتك، نقلة تكون معنويا وفنيا؟ الوظيفة هي بصراحة هو احنا نسميه العرض المرئي، أو يطلق عليه الفيجوال مرشندايزينج، اللي هي تصميم عرض الواجهات، بالإضافة إلى كيفية عرض البرودكتس اللي هي الأزياء، يعني كيف تنعرض. هاي عملت لك نقلة بحياتك. بالضبط. طبعا أساسها هو الجرافيك، هو التصميم الطباعي. طيب. اللي وصلني إلى هالمنطقة هاي، خلينا نقول، لأن التصميم الطباعي هو غير الرسم، بمجال كبير واسع، يعني الكتل، المساحات، الألوان، التنقلات، وهي تفاصيل، تفاصيل كثيرة طبعا. لذلك خلينا نسلط الضوء اليوم عن أو نتحدث عن فن
الوهم البصري. يهام البصري. أول خداع خلينا نقدر نقول عليه. بالضبط. شنو أصل هذا الفن ومفهومه وليش اليوم أنت حضرتك تخصصت به هو تحديدا؟ الإيهام البصري طبعا بعدة مدارس. يعني هو مو جديد. فن قديم موجود وكثير من الفنانين العراقيين اشتغلوا على هذا المجال لكن في المجالات الأولية. بسبب تطور السوشيال ميديا بسبب تطور الفنون خلينا نقول 100 سنة السابقة برز هذا الفن بدأ يتطور يعني في مجال البعد الثالث احنا نسميه 3D يعني إذا تتذكرون هي ظهرت بداية التسعينات تكون أكو رسومات على الأرض اللي تتصور وبعدين قامت تطلع على الإنترنت بالضبط. يعني أنت توقف في زاوية معينة وتبين وكأنما أنت صح. خلفك هذا 3D هذا بدأ يتطور شوية شوية فأثناء العمل طبعا بالرسم بالتصميم تظهر عندك حالات كثيرة يعني بسبب كثرة العمل بالرسم بالتصميم تصميم يعني عدة الشعارات الماركات بدت ظهرت عندي او اكتشفت هاي الحاله اللي احنا نسميها الايتريكس او البعد الثالث او انا سميتها البعد الرابع بهاي المدرسه بالذات. طيب شنو السبب؟ هي لحظه انه يعني تلقي نظره على تصميم معين اكتشفت انه في منطقه معينه في مساحه تلاعب على البعد البؤري للعين راح تبدي العين تشوف منطقه انت ما تشوفها بالطبيعي الا اذا تركز بيها فهذا دليل طبعا استرجعت هنا باطباء عيون واطباء للرؤيه البصريه بديت اشرح لهم هاي الحاله طيب فدرسوها وياي وشرحوا لي هو شنو السبب سبب انه احنا كبشر احنا نستغل من قوى العين 1% فالعين لها قدرات عاليه احنا ما مكتشفيها مثل الرياضه زين. يعني انت كل ما تدرب الرؤيه عندك تتقوى اكثر راح تشوف اشياء بالطبيعي انت ما ممكن تشوفها أكيد. او ما تركز عليها طبعا استاذ ياسر احنا ذكرنا هوايه تفاصيل يعني لجنابك وهذه السيرة الحافلة بالإنجازات والأعمال كيف شاركت بمعارض فشنو يعني أبرز وأهم المعارض يلي شاركت بها كفنان بالوهم البصري بالإضافة برأيك هذا الفن بالعراق هل هو فن ممكن يعني مفهوم أو خلينا نقول غريب على المتلقي الإيهام البصري هو لا يزال ما ماخذ مساحته بالعراق طيب لحد الان يعني غريب على المتلقي غريب بعده يعني انا ما التقيت بفنانين لحد الان يشتغلون في هذا المجال طبعا هسه هو منطلق في كندا في امريكا في اليابان طيب. موجود هذا الفن نعم اكثر نلاحظ اللي يعمل في هذا المجال هم اكثرهم من فنانين الجرافيكس لأن التلاعب على الرؤية يصير عندهم أكثر من الرسام الأعمال اللي أذكرها اللي شاركت بها بالبينال العالمي هي كان عندي بصراحة أول ما بديت أشتغل على هذا المجال أول أعمال سويتها استخدمت الحروف العربية قصدت أخلي شنو السبب؟ السبب لأن كأول عمل يخص الإيهام البصري طيب حاولت أخلي المفردات تكون عربية شرقية حتى اللي يشوفها يعني الناظر اللي يشوفها أو الشخص راح يشوف بيها خلينا نقول المسحة العربية الحرف العربي فحتى شلون نقول تتميز بيها أو بين إنه العمل هو الفنان عربي وليس أجنبي يعني مثل ما نشاهد بالصور حاليا هذه الصور لحضرتك أكيد نعم يعني هذه هاي أعمال هنا تجريد فن تشكيلي خلينا نقول تشكيلي هنا نعم حلو نعم يعني هذه مو هي الوهم البصري فن التشكيلي هذا تشكيلي هنا تشكيلي. أنا عندي أعمال تشكيلية أيضا يعني كرسم نفس الوقت وعندي بعد أعمال اللي هي تخص الإيهام البصري أكو عوامل مرتبطة ما بين الاثنين يعني الفن التشكيلي أو الوهم البصري أكيد عوامل كثيرة أيضا زين صح. خلي نحكي أيضا أو ننتقل لعملك بمجال تنسيق وأيضا تصميم الفاترينات نعم
يعني اليوم أريد أعرف شلون بديت بهذا التصميم اللي هو اللي خص الفاترينات، يعني بأي مجال اليوم أنت قدرت تتعامل مع أهم الماركات العالمية حسب ما معروف نعم. عنك اليوم شلون هاي الماركات قدرت تتعامل وياها، شنو الصعوبة اللي واجهتك، لو كل شيء مش عندك بسلاسة وبصورة طبيعية؟ لا بصراحة ما كان الموضوع سهل أبدا، يعني أنا أول ما بديت أشوف الواجهات أو الفترينات العالمية، يعني أول ما خلينا نقول كنت خارج العراق كان الأعمال غريبة أشوفها، يعني أصفن أقول يعني ممكن يوم من الأيام أنه أشتغل هالفن هذا هالتصميم. إحنا ما عدنا دراسته، يعني ما موجودة عدنا بالعراق، حتى بالوطن العربي بشكل عام ما موجودة هذا الاختصاص، فكان البحث عليه يعني من خلال الكتب، بعدين طلعت السوشيال ميديا، كانت مو سهلة أنه تتواصل مع الجامعات المعاهد، تتواصل وياهم وتبدي تدرس ماهية هذا الفن. يعني هو فن وفن تجاري بنفس الوقت، أنت كيف تستدرج الشخص أو خلينا نقول الزبون اللي هو يجي للستور أو لأي منتج، أي منتج هو ممكن أن يعرض بطريقة فنية. يعني أكو مناطق معينة مساحتها، الإضاءة، صحيح. الألوان، دائر مدائرها، كيف تعرضها؟ طيب. فما كانت سهلة يعني. لح أرجع مرة ثانية لهذه النقطة أو الجزئية كلش مهمة. نعم. حول أنه أهم المعارض يلي شاركت فيها أعمالك، ما ذكرت لنا أسماء المعارض أهمها كانت أو المعرض يلي حسيت نفسك به متكامل وفعلا صارت به نقلة نوعية بحياتك من شاركت به. كان معرض البينالي العالمي. أها البينالي العالمي. بالبينالي اشتركت في ثلاثة أعمال فيما يخص الإيهام البصري. طيب. كان عام 2006 تقريبا، 2008 العفو. 2008 أو 2007. 2008 يعني 2007. تمام. أوكي. معلوماتنا قوية. كان في الشارجة. في نعم. طيب. في إمارة الشارقة كانت الأعمال جديدة. انتبه عليها كثير من الزائرين اللي في هذا الاختصاص، وخاصة بعض المدارس الألمانية. طيب. كانوا جايين حاضرين هذا المعرض، فثارت ضجة، وعلى أثرها صار عندي خلينا نقول نقلة أنه لازم أشتغل بعد. حلو. لازم يعني صار عندك عطاء اكثر. نعم. وحافز بنفس الوقت. زين نرجع مره ثانيه موضوع الفاترينات، حسب معلوماتنا وما وصلنا انت اليوم كل مجال موجود به دارسه بعنايه وباهتمام. نعم. هاي فكره الفاترينات وتصميمها وعرضها شلون بدت بالعالم، اي واجهات المحلات طبعا. نعم. شلون بدت بالعالم؟ هي بصراحه الفن الواجهات خلينا نقول عمره صار قرن. اها طيب. بالضبط 100 سنة. 100 سنة. يعني في عام 1920 كان في ستور هذا انجليزي. طيب. اللي هي صاحبته وحده اسمها كاثلين سابثورن، هاي اسمها. طيب. هاي كانت تدير ستور الى جدها. زين. فذاك الوقت انه شلون تعرض البضاعه، كان يسووها عندهم فكره احنا نسميها الشوب فرونت، يعني الشلفات الرفوف اللي طيب. تنحط داخل المحل. وبعدين هي فكرت اول شيء انه ليش ما أنا أعرضها برا الناس تشوفها؟ زين. فكانت هاي أول انطلاقة لهذا الفن 1920. 1930 تطور أكثر. طبعاً هم خلينا نقول الإنجليز هم سادة خلينا نقول الفنانين في هذا المجال، مجال العرض المرئي. إلى سنة 1982. يعني هذا بالخارج يعتبر علم عندهم. علم طبعاً يدرس فن. جامعات صارت طبعاً، قبل كانت أصعب، كانت مكلفة. هسه عن طريق السوشيال ميديا ممكن تتواصل مع الجامعات مع المعاهد أسهل بكثير. إلى سنة 1982. طيب. الطليان سرقوا هاي المعلومة وبدوا يشتغلون عليها وانطلقت. خلينا نقول الموضة الإيطالية في هذا المجال بشكل أوسع. وبقت موجودة يجوز حتى في مناهجهم، حتى في كليات الخاصة ب أوروبا، جامعات الأوروبية إذا كانت إيطاليا أو غيرها من الدول. طيب أنت وين لقيت حريتك كفنان بهذا المجال؟ يعني بالخارج لو بالعراق؟ أنا هذا السؤال اللي يهمني،
والله شوف بالخارج أكيد أنت تتعامل مع الماركات العالمية. المنافسة مو سهلة. مو سهلة كانت. طبعاً أكيد. أكيد يعني. أكو منافسين يعني. جداً طبعاً يعني. من الوزن الثقيل. يعني طبعاً. خاصة خلينا نقول بالنسبة للطليان يعني هم سادة الموضة بالعالم. طبعاً. بالتأكيد. فكان الاختراق مو سهل. صعب جداً لكن الأساس الفني اللي عندي دراستي في كلية الفنون معرفة اللون والخبرة اللي كانت موجودة عندي هي كانت دعم كبير وطبعاً تواصل. الدراسة الاطلاع الاطلاع على كل الواجهات للماركات يعني كل ماركة بها مدرسة معينة يعني ماركة موسكينو لها مدرسة معينة هيوغو بوس لها مدرسة معينة طبعا. أرماني كل ماركة لها طريقة ومدرسة يمشون عليها طبعا. زين أريد أعرف من حضرتك اليوم شنو أهمية هذا الجانب اليوم إحنا اللي إذا نتحدث عنه كله بعالم تصميم وتنسيق الأزياء اليوم الكثير يعتقدون أن الواجهات المحلات اللي موجودة أو المتعارف عليها بالعراق أو الفاترينات الموجودة بالمحلات ممكن اليوم أي شخص ينفذها يعني شنو العلاقة ما بين هاي الواجهات والأزياء وعالم الأزياء والموضة الموجودة بداخل صح. المحلات هو هاي أنا أذكرها قبل هي موجودة عندنا يعني الكل يهتم بهذا الموضوع لكن من تجي تختص وأنت دارس ماهية تصميمها توزيع المانيكان احنا نسميه مانيكان طبعا بس هو اسمه الفني المانيكان اسمه أكو لازم يكون كونسبت أكو إنشاء بالواجهة إن شاء أكو تحس لما تطلع على الواجهة أكو تحس أكو حديث أكو مفهوم أكو مفهوم فيخليك ما تقدر أنت إلا توقف قدام الواجهة وتطلع عليها وهي هنا هي هاي النقطة هاي المهمة يعني أكو ستورز بالعالم الناس تنتظر شو وقت راح يغيرون واجهاتهم بس تنتظر تريد تشوف هسه ايش راح يطلعون فإلها علاقة يعني تكون علاقة خصوصا على بداية السنة الجديدة يمكن يحاول كل موسم أي طبعا كل موسم, كل موسم طبعا تدري أربع مواسم أنت عندك بالعالم اللي هو الصيف الشتاء الخريف الربيع فكل موسم ينزل بكونسبت معين بألوان معينة وهي تكون مهيئة من قبل سنة من البراند نفسها الماركة نفسها مهيئة هذا الموضوع ويطرحوه بشكل وصارت منافسة بين المنافسة بالضبط موضوع تنافسي منافسة يعني زين أستاذ ياسر إذا اليوم إحنا ردنا نصمم واجهة محل أو فاترينة تكون نعم. صحيحة ومتكاملة بنفس الوقت نعم. شنو أهم الخطوات اللازمة والمدروسة اللي ممكن نلتزم بها حتى تكون عندنا واجهة وفاترينة متكاملة وصحيحة نعم يهم المصمم أنه يعرف ماهية الـ الأزياء اللي جاية اللي وصلت اللي راح تنعرض ألوانها طيب. طبيعتها شنو ليش حتى يكون عنده دراسة مستفيضة للألوان وكيفية التنسيق وشو هو الإنشاء اللي بظهر الفترينة هاي يعني الإنشاء اللي يظهر لك القطعة يعني أنا مو حتى بس أسوي ديكور طيب. أو تصميم أنه أقول عليه حلو أكو فرق ما بين أنا أعرض وأكو فرق ما بين أعرض وأخلي الزبون ينتبه على القطعة بس ما ينتبه تشد أكثر فهو هذا المبغى من وراء تصميمه أو يعني جاذبية بنفس الوقت كنت بيها جاذبية طبعا زين بالعراق شنو الأخطاء اللي يرتكبوها بالباترينات حسب أنت رؤيتك الشخصية وأيضا حسب خبرتك هاي الطويلة أو اطلاعك على باقي دول العالم نعم بصراحة هنا لاحظت بالسنوات الأخيرة بدأ هذا الفن يهتم زين. بالعراق يعني أنا هنا بلشت بعدة أكو مؤسسة بلشت معها اللي هي اهتمت بهذا الموضوع واحتضنوا هذا الموضوع بصراحة كان عندهم مهم جدا أنه تكون واجهات مثل ما موجودة بأوروبا مثل ما موجودة باقي دول العالم لأن هي كستورز مثلا موجودة عدة فروع فكان عندي مجموعة أعمال للسنتين المضت صممت واجهات إلى مؤسسة الكوخ للأزياء فبديت بهذا المشروع في توحيد جميع الواجهات جميع الفترينات وين ما تروح في أي مجمع تشوف صح. نفس الواجهة الموجودة تحسها هي كوبي تقليد يعني هاي نفسها هي موجودة هنا لازم تكون أكو ثيمة
وحده حتى انت صارت تحس وكانه بصمه بهذا الموضوع بصمه وصارت مدرسه خلاص يعني هسه وين ما تروح تلقى نفس البصمه موجوده في كل فترينة مثلها مثل باقي البراندز بالعالم. طيب استاذ ياسر انا حابه اسالك شويه سؤال شخصي. نعم. اليوم شنو اللي رجعك للعراق لفتره معينه او ممكن لعملك او حنينك الاول والدائم لمنزلك يلي رجعك للعراق؟ والله هذا بصراحه يعني هذا المجال انا قدرت هنا القاه بالعراق زين. يعني بديت اشتغل عليه ودا اشوفه في تطور يعني في تطور يتطور شوي شويه خاصه مع دا اشوف شباب ما شاء الله فنانين في هذا المجال الجرافيكس وغيره. احيانا احنا دائما العوده للاصل مهمه طبعا. يعني خلينا نقول التساقنا او يعني الاهتمام بالاهل ده شفت اثرت الموضوع يعني مو فقط عملك اللي رجعك اكو حنين اكيد للوطن اكيد للمنزل. اكيد الحنين بيبقى وياك وين ما تكون يعني اذا يعني انا داخل البلد هنا وعندي حنين للبلد زين. انت قد ابتعدت عن العراق فتره يعني تقريبا 20 سنه اوف كل شوية بالبداية أول ما قعدت في الاستوديو قلت وصار هواية ما شايف الزورة وهاي ما شايف هذا المنظر مع أنه صار لي يعني صار لي 4 سنوات أني تقريبا يعني بالعراق بس ما وصلت لهذا المكان لا. يعني أنا دحس أكو شيء يتعلق بالمشاعر أو العاطفة أو الحب يعني ما هيك أحس يعني قد يكون إحساسي مخطئ يعني بهذا الموضوع. من أي ناحية يعني؟ يعني ما الحنين اللي سألتك هو على نفس السؤال اللي ممكن أنه رجعك او حنيني والله هي الاول الى منزلي الوالده الوالده ربي يحفظها الله يطول عمرها نعم. وانطيها الصحه الله والعافيه يخليك. الله يخليك. اليوم اريد نعرف من عندك هل من الممكن انه بالمستقبل القريب انه هاي خبرتك وهاي المعلومات اللي عندك بما يخص هذا الفن او هذا العالم الفني ممكن اليوم انت تقدمها عن طريق محاضرات تقدمها ب أكاديميات الفنون الجميلة اللي موجودة بالعراق أو ممكن عن طريق محاضرات خصوصية أو على شكل دورات ممكن أنه تقدمها اليوم للشباب لأن كثير من الناس أو من الشباب عندهم طموح حتى يتعرفون على هذا الفن أو يتعلموا أو يمارسوا له هذا الموضوع بعيد كل لا بالعكس كثيرة. قدمت محاضرات وكثيرة ولا أزال كل ما تصير فرصة يعني ألتقي بشباب ألتقي خلينا نقول مجاميع من الفنانين المصممين اللي بالعكس دا أشوف عندهم فد واعز كبير ويحب يريد يتعلم يريد يشوف يريد يسمع فعملت محاضرات فيما يخص مجال كيفية عرض البضاعة الأزياء توزيعها تخص طبعا ليس فقط الأزياء الحقائب الأحذية هي فن كبير وما لا نهاية مستمر يعني ما يخلص ما ينتهي يعني متغير نعم فموجودة هاي الفكرة موجودة وكنت أتمنى أنه تصير فرصة أيضا يؤسس قسم في كلية الفنون الجميلة يدرس يبحث في هذا المجال لأن أعتقد عندنا نخبة كبيرة من الشباب هاي النخبة الكبيرة من الشباب اليوم اللي يشاهدونه نعم. من خلال متابعتهم لبرنامج يوم جديد اللي حابين يريدون مثلا يشاركون بورش عمل ممكن انه نعم. مع حضرتك ممكن انه هذا الشيء ممكن انه يكون اكو تواصل اكيد وشارك. بالعكس يعني قاعد اتواصل مع شباب وعندهم كل ما يعني يطرحون هيك فكره بالعكس انا دائما جاهز حلو واتواصل معهم ما تقصر يعني. اكيد استاذ ياسر احنا لاحظنا قبل فتره تفاعلك ويا شباب ثوره تشرين ولاحظنا الحركة الفنية نتاج هذه الثورة نعم. يعني شفنا ما شاء الله طاقات شبابية تفجرت وانطلقت بهذه الثورة سواء بالرسم أو الغناء وهواية مجالات ما شاء الله كانت أكو حركة فنية واضحة كلش عند الشباب نعم. شنو رأيك بها هل يا ترى كان شيء مختلف جديد أو ممكن أكو كانت حدث سابقاً تقييمك إلها حابين نعرف بالشباب طبعا وبالحركة الفنية اللي أبدوها بهذه الثورة والله هذه الفترة يعني خرجوا شباب بصراحة فعلا يعني يثلجون القلب صح يعني الفن اللي ظهر
الواجهات اللي رسمت طاقات عظيمه، طاقات يعني ما شاء الله ما شاء الله عليهم ابدا. يعني انا كنت متفاجئ يعني متوقع متوقع اكيد اكو شباب وفنانين، لكن بهذه القدرات بهذه الطاقه بهذا الابداع شيء ما كان له مثيل بالسابق، انجاز عظيم بالعالم على مستوى العالم. انا دا احكي بهذه يعني بهالطريقه هاي بالعالم مو مبالغه انا دا احكي ابدا، لكن يعني شيء فعلا يفتخر هذا التصريح بحد ذاته من جنابك على مستوى العالم دا احكي امانه. يعني اكيد تجولت بكثير من دول العالم خصوصا دول اوروبا، وبالتاكيد شفت راي الناس بهذه الثوره وما صدر عن هذه الثوره من اعمال فنيه ولوحات فنيه جميله جسدتها ساحه التحرير وايضا الساحات الاخرى الموجوده في المحافظات العراقيه. دائما العراق بناء وعامر بشبابه المبدعين والمثقفين. اليوم حاب من عندك اسمع كلمه اخيره تاكيد لهؤلاء الشباب او للشباب بصوره عامه ولكل من يتابعنا اليوم من خلال برنامج يوم جديد. والله اولا الشباب الفنانين كلهم ما شاء الله في توجه صح صحيح، ابداعاتهم يعني فوق الميول والاتجاهات خلينا نقول. انا اتمنى الشاب العراقي، اتمنى لكل شاب فنان تصير له الفرصه لان يطلع على الفنون الاخرى، حتى لو صارت له فرصه يطلع يسافر خارج العراق يشوف ويقدر يستمر بدراسته او يشتغل في هذا او يعمل في هذا المجال، يفكر يرجع يخدم بلده هنا يقدم ما عنده. الاطلاع مهم فجدا مهم، لان هي يعني اصبحت هذا الفن مجال كبير جدا جدا كبير، يعني شقد ما نحكي احنا بس هو يقودك الى مطارح الاطلاع يعني والجول بباقي الدول حتى نستورد معلومه معينه. يعني هل اليوم هو هذا الفن او الحداثه؟ اليوم بالتاكيد هذا الفن يخضع الى الحداثه ومواكبه الاحداث. يعني اليوم احنا نشوف 2001 مو مثل 2020، اكو تغيرات كثيرة تطلع على اي عمل ممكن نشوفه. اليوم هل يعتبر هذا الفن بكل تفاصيله وحذافيره هو مستورد من اوروبا؟ لو ممكن اليوم احنا العراق يصدر من خلال بعض الفنانين الشباب الموجودين؟ والله ممكن يصدر طبعا من العراق اذا صارت فرصه انه يدرس على الاسس الفنيه الصح. اذا كانت يكون معهد او مدرسه او يكون قسم يفتح داخل كليه الفنون اكاديميه الفنون مو غلط، لكن على اساس الصح اكيد اهم شيء. يعني على اساس الصح يعني أنا صح أنا تخرجت من كلية الفنون الجميلة. لما طلعت وبديت أطلع أشوف برا أكو أشياء، يعني شلون نقول إحنا أكو معلومات لميتها وحطيتها بالتشيك ماتش ورجعت من جديد من جديد. يعني فيحتاج عندنا أبديت، يحتاج كثير إعادة يعني إن شاء الله. أستاذ ياسر نورتنا وجدا سعيدين بلقائك، وأنت مفخر اليوم لكل العراقيين، وأمانة وصلنا سلامنا للوالدة ربي يحفظها لك إن شاء الله. الأستاذ ياسر مبارك شكرا لك وشكرا لحضورك، ونتمنى لك بنفس الوقت نهار سعيد. شكرا. إذا مشاهدي